أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام من قناة الرافدين، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الهيئات لليوم السابع: ميليشيات الحشد تواصل حملات الدهم والتفتيش في الطرمية. وفي الزمان: قرار في بغداد لشراء رادارات متطورة والأنظار تتجه نحو دول التعاقد والتمويل. وفي الخليج الإماراتي: استهداف جديد لأبراج نقل الطاقة في كربلاء جنوب العراق. وفي الاتحاد الإماراتي: لبنان يحتضر نقص الأغذية والأدوية يهدد السلم المجتمعي. في الشرق الأوسط: المبعوث الأمريكي إلى إيران يشكك في نيات طهران النووية. في القدس العربي: بايدن يعلن أنه لا يستطيع ضمان النتيجة النهائية لعملية الإجلاء في كابول. وأخيرا نقرأ في العرب الجديد: مسؤول في طالبان إطار حكم جديد في أفغانستان خلال أسابيع. من تداعيات احتلال العراق هجرة ملايين العراقيين إلى دول الجوار العربي والإقليمي وبلدان الشتات، خاصة نخبه وعلماؤه ومثقفوه ومبدعوه في شتى الاختصاصات الذين نالوا القسط الأكبر من الاستهداف الطائفي. أحمد صبري يقول في صحيفة الميثاق الوطني إن الحركة الإبداعية والثقافية للعراقيين في دول الشتات ازدهرت وأنشأت عشرات المجالس والمنتديات التي تحولت إلى ميادين للإبداع في موقف يعكس تصميم نخب العراق على مواصلة مسيرة النهوض بالواقع الثقافي كرد على محاولات تقويضه وعرقلة انتشاره وازدهاره. عندما نتحدث عن المجالس الثقافية والفكرية والمنتديات المتخصصة في الأردن كنموذج لنشاط مبدعي العراق، نتوقف عند أهم مجلس ثقافي في عمان من حيث سعة المشاركة فيه والقضايا التي تتعلق بمستقبل الحركة الإبداعية وتلمس مستقبل العراق على ضوء أزماته. فإن مجلس الخميس الثقافي لهيئة علماء المسلمين يتصدر هذا الحراك الفكري والإبداعي، حيث استضاف خلالها نخبة مختارة من نخب وعلماء العراق ليطرحوا رؤيتهم أمام جمهور المجلس في عملية تفاعلية تعكس أهمية المجلس ودوره في إثراء العمل الإبداعي والثقافي وحتى السياسي في متوالية بين الجمهور والأفكار التي تطرح لبلورة رؤية تحافظ على إرث العراق وحضارته في مواجهة معاول الهدم الشعوبية التي تستهدف حاضر ومستقبل العراق وعروبته. وهنا نستحضر أمسية خاصة أقامها مجلس الخميس الثقافي اهتمت بتاريخ المجالس الثقافية في العراق، استعرضها مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري، الذي أشار إلى أن كتب التاريخ زاخرة بالمشاهد والواقع التي تؤصل للحركة الثقافية في العراق، إذ كانت المجالس وسيلة لإشاعة الثقافة في المجتمع، لا سيما وأن الذين يترددون إليها هم من مثقفي المجتمع وعامة الناس الذين يسعون للتذاكر في العلوم وتحصيلها وكسب المعلومات في شتى الموضوعات. ويختتم الكاتب بالقول إن تداعيات احتلال العراق أثرت سلباً على مسار وازدهار الحركة الثقافية والإبداعية في شتى صنوفها، الأمر الذي يستدعي العمل على إعادة الروح لهذه الصروح الحضارية التي تحصن المجتمع من فيروسات الطائفية والجهل والتخلف وتغييب الوعي الجماعي.
أصدر مجلس الأمن الدولي في 27 أيار 2021 القرار المرقم 2576 الذي تضمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي لمدة عام كامل، وتوفير فريق تابع للأمم المتحدة معزز بموظفين إضافيين لمراقبة الانتخابات في العراق. يحيى الكبيسي يقول في صحيفة القدس العربي إن بعثة يونامي كانت خلال السنوات الماضية حريصة على عدم إغضاب أحد، وهو ما أفقد تقاريرها المهنية إلى حد بعيد، مما جعلها مجرد شاهد زور. لعل دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بالانتخابات يسوغ في الواقع توصيفنا لها بشاهد زور، سواء في تقاريرها المتعلقة بالاستفتاء على الدستور أو الانتخابات المتتالية، حيث كانت شريكاً أساسياً في التغطية المستمرة على التزوير المنهجي الذي شهدته هذه الانتخابات من خلال تقاريرها المتعلقة بتشكيل مفوضيات الانتخابات المتتالية التي كانت مجرد ممثلية للأحزاب لضمان التزوير وليس لضمان إجراء انتخابات عادلة ونزيهة. وكانت يونامي مدركة تماماً لذلك إن وقائع ما قبل يوم الانتخابات الذي ستراقبه الفرق الدولية تثبت أن الحديث عن انتخابات عادلة ونزيهة في العراق هو حديث خرافة، بداية من القانون الذي يضمن التزوير عبر استخدام البطاقات الإلكترونية القابلة للتزوير، والذي لم يحرص على ضمان النزاهة من خلال اشتراط البطاقات البيومترية، مروراً بتسييس الإجراءات المتعلقة بقبول المرشحين أو إقصائهم، وانتهاءً بالاستخدام الواسع للسلطة والمال السياسي لرشوة الجمهور والتأثير على خياراته. كل ذلك حدث على مرأى بعثة يونامي، ولم نسجل موقفاً حازماً من هذه البعثة تجاهه. هذه الوقائع الموثقة تثبت أنه لا يمكن التعويل على الرقابة الدولية بأي حال من الأحوال، لأنها لن تكون في النهاية سوى شهادات زور تقبل بالأمر الواقع على علاته. وبحسب الكاتب فإن المجتمع الدولي ليس مستعداً لمواجهة حالة عدم استقرار سياسي في العراق، فبالتالي هو حريص على الإبقاء على الهدوء الهش القائم وتجنب تحديات جديدة، ولأجل ذلك هو مستعد للتغافل عن التزوير المنهجي الذي سيحصل بالضرورة في الانتخابات القادمة، تماماً كما تغافل عنه في كل الدورات الانتخابية خلال السنوات السابقة. في أي بلد يبدو المشهد ناشزاً إذا جرى التفكير بتطوير جانب واحد بحسب تقنيات متطورة، في حين تعيش القطاعات الأخرى وضعاً مزرياً لا يعرف لغة مشتركة مع التطور؟ فاتح عبد السلام يرى في صحيفة الزمان أن الحديث عن التعاقد لبناء منظومة رادارات متطورة للقوة الجوية العراقية هو كلام لا يعطي صورة متقنة ووافية عن الحاجة للتطوير العسكري في البلد، إذ تبدو سياقات كثيرة بحاجة إلى الدعم والبناء من الأساسيات. تحديث الجيش العراقي أمر أساسي ومهم، وهو مطلب وطني لا يمكن الاستغناء عنه، لكن يجب أن تسبقه تشريعات تمنع وجود أي تكوين عسكري أو شبه عسكري أكثر أو أقل من قوة الجيش، وأن تكون هناك سياقات لبناء الجيش من الأدنى فالأعلى. فليست المسألة تتعلق بامتلاك رادارات متطورة تتعامل مع الطائرات التي لا تمنعها من الإغارة والتجاوز على أجواء البلاد، منظومات جوية أو سواها، لأن الملفات العالقة في الجانب الأمني بين العراق ودول أخرى غير منجزة أو معلقة أو ناقصة. فالطيران التركي مثلاً سيظل يقصف أهدافاً لحزب العمال الكردستاني المحظور، يرى فيها تهديداً لتركيا مهما امتلكنا من رادارات راصدة، لأنه حزب أجنبي يعمل على أرض عراقية وسيجلب لنا المتاعب. وكذلك الطيران الأمريكي إذا عبر أجواءنا في أي زمن من الأزمان لن توقفه رادارات. أما إسرائيل التي لم تمنعها الرادارات الروسية المتطورة من الإغارة على أهدافها في سوريا، فلن تجد صعوبة
من تدمير هدف لفصيل موال لإيران أو لحزب الله اللبناني عند حاجتها لذلك الهجوم. ولا حاجة لذكر إيران، فهي مرفوع عنها القلم، وربما لا تحتاج للطيران في التعامل مع أي هدف تراه معاديا لها في العراق. الكاتب يضيف أن المشهد الأمني والسيادي والعسكري لا يكتمل بوجود منظومة جوية متقدمة تقابلها سياقات متردية في مجالات كثيرة في الجيش أو الأمن أو الدبلوماسية أو الاقتصاد. قالت مجلة فورين بوليسي إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على أراضي البلاد كاملة خلال فترة قياسية بات يثير مخاوف العراقيين من سيناريو مماثل في بلادهم التي ضغطت نحو خروج القوات الأمريكية القتالية منها. ورأت المجلة في مقال كتبه الباحث بلال وهاب أن المشاهد اليائسة التي شاهدها العالم في مطار كابل أعاد لذاكرة العراقيين كيفية خسارة الجيش العراقي المدرب أمريكياً لثلاث محافظات سقطت بيد تنظيم داعش في عام 2014. الكاتب يرى أن هناك أوجهاً للتشابه ما بين العراق وأفغانستان، أولها امتلاك العراق لحكومة مقسمة تعطي الأولوية لسياسات المحسوبية على حساب قوات الأمن والخدمات الحكومية الأخرى، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية والحكومة الأفغانية المنهارة تنافستا على من كان الأكثر فساداً. وأضاف الكاتب أنه كما في أفغانستان الحكومة العراقية والجيش لا يعتزمان مقاومة الميليشيات الجامحة التي تهدد سيادة العراق واستقراره وتهاجم العراقيين. ولفت الكاتب إلى أن المسؤولين في بغداد باتوا يشتكون من قيادة دائرة مكافحة الإرهاب التي تنشر عناصرها لمواجهة أفراد داعش فقط وليس الميليشيات، كما يخشى الكثير من العراقيين من أن يكون باب الانسحاب مفتوحاً في واشنطن، لأن الفريق الذي انسحب من العراق في 2011 عاد إلى البيت الأبيض في تلميح إلى عودة الإدارة الديمقراطية القريبة من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى سدة الحكم في واشنطن. ورغم أوجه التشابه، قال الكاتب إن العراق بلد مختلف للغاية بشكل يمنحه الفرصة لتجنب مصير أفغانستان، فالعراق يتمتع بدعم من الحزبين في واشنطن للإبقاء على الوجود الأمريكي لقيادة التحالف ضد تنظيم داعش ومنع الجماعات الإرهابية من الصعود. ولفت الكاتب إلى أن العراق قد يذهب في ذات طريق أفغانستان ما لم تعيد بغداد وواشنطن تقويم علاقاتهما التي تطمح إيران ووكلائها لإنهائها من خلال الضغط لإخراج القوات الأمريكية من العراق. ما جرى خلال الأيام الماضية من عودة طالبان لحكم أفغانستان بعد 20 عاماً من القتال والتنكيل والتهجير والدماء يؤكد أن القوى الأجنبية المحتلة مصيرها الهروب والاستسلام لإرادة الشعوب الحرة المتلاحمة. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إنه مع هذه التطورات المذهلة والمدهشة يحاول البعض اليوم المقارنة بين الحالتين العراقية والأفغانية، والحقيقة أنه لا يمكن المقارنة بسهولة بينهما لأنه قياس مع الفارق. يمكن القول إن المقاومة العراقية حتى العام 2010 يمكن مقارنتها بالنضال الأفغاني، لكن بعد هذه المرحلة كانت النقطة الفاصلة بين الحالتين وبالذات مع غدر بعض تجار المقاومة برجالها والمحاولات المستمرة لبعض القوى الشريرة التي جاءت مع المحتل الأمريكي الادعاء بأنها قاومته ووقفت ضده. ومع ذلك فإنه يمكن للعراقيين الاستفادة من التجربة الأفغانية في مجالات عدة، ومنها تجديد الأمل. إن القنوط من التغيير جزء من الهزيمة، لأن الهزيمة النفسية بداية للهزيمة الميدانية. هشاشة الاعتماد على الأمريكان، معلوم أن زعماء العراق بعد العام 2003
معتمدون بدرجة شبه تامة على الوجود العسكري الأمريكي داخلياً وثقل واشنطن الدبلوماسي خارجياً. ومع هذا فإن هذه النقطة اليوم وبموجب التجربة الأفغانية هي نقطة غير ثابتة ويمكن أن تنتهي في لحظة ما، وسنجد أن القوات الأمريكية ربما ستغادر العراق بشكل مدروس من طرفها ومفاجئ للجانب العراقي، وتعلن أنها تركت البلاد لأهلها، وساعتها سيتجدد مشهد مطار كابول المأساوي الخيالي والذي أظهر تشبث آلاف الأفغانيين بطائرات الجيش الأمريكي في مطارات بغداد والمحافظات، لأن ما جرى في العراق يفوق الخيال ولا يمكن القبول ببقائه واستمراره. الكاتب يدعو قوى النضال العراقي والعالمي إلى التعلم من المدرسة الطالبانية صدق التمسك بالمبادئ وترك الهرولة وراء المناصب ونصرة الوطن، وكذلك الاقتناع بالقدرة على الثبات والثقة بالنفس والنصر حتى لو كان الطرف المقابل هو القوة الأولى في الكون. دعت صحيفة الجارديان البريطانية إلى ضرورة إجراء تحقيق عام في قرارات الدول الكبرى لشن حروب مفتوحة على دول عربية وإسلامية. نشرت الصحيفة مقالا لمراسلها جوناثان ستيل قال فيه إنه عندما بدأت الخسائر البريطانية المتزايدة في أفغانستان والعراق تثير الشكوك العامة قبل 15 عاما، بدأنا نسمع حجة جديدة: حرب العراق كانت اختيارية بينما حرب أفغانستان ضرورية. كانت الحجة أن أمريكا وحليفتها بريطانيا شنتا غزوا في العراق لم يكن مبررا، لأنه كان قائما على فرضية خاطئة، الزعم بأن صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل، وكان التدخل في أفغانستان مختلفا كما قيل حتى من قبل العديد ممن عارضوا حرب العراق. تحتاج بريطانيا أيضاً إلى إعادة النظر في سياستها تجاه أفغانستان. يجب أن تجري تحقيقاً على غرار تقرير شيلكوت في العراق، باستثناء أنه يجب أن يقدم تقريراً في مدة زمنية أقصر. يجب أن يكون البند الأول على جدول أعمال لجنة التحقيق هو ما إذا كان قرار تغيير النظام في عام 2001 حكيماً أم سخيفاً. إن أحداث العقدين الماضيين التي بلغت ذروتها بالعودة المظفرة لطالبان التي شهدناها للتو تنبع من ذلك القرار، ويتساءل المراقبون كيف تمكن الطالبان من تحقيق هذا الانتصار الكاسح. الحقيقة المحزنة هي أن وجهات نظرها الأبوية تحظى بشعبية في المناطق الريفية وبلدات أفغانستان الصغيرة، ولم يكن بإمكانها تحقيق تقدم عسكري مذهل دون دعم محلي، كما فقد الناس الثقة في حكومة مركزية فاسدة وبجيش كان البنتاغون يدرك جيداً أنه غير فعال وغير محفز. وأشار الكاتب إلى أن العديد من الأفغان شعر أن طالبان أنتجت عدالة أسرع وأكثر صدقاً في النزاعات القروية بين العائلات، وكان ينبغي على بريطانيا أن تعرف هذا، فقد أظهرت الاستطلاعات التي تم التكليف بها من قبل وزارة التنمية الدولية في هلمند في عام 2010 أظهرت أن الناس يفضلون محاكم طالبان على المحاكم التي عينتها كابل، حيث كان عليهم رشوة المدعين العامين والقضاء. في حالة لم تسجل من قبل في العراق، نجح المزارع العراقي تحسين إبراهيم في زراعة وإنتاج أنواع نادرة من العنب تكون بشكل طولي وليس كرويا كما العادة، وبأطول لافتة ومذاقات متنوعة. ويؤكد المزارع أن طول بعض العنب الذي أنتجه يبلغ عدة سنتيمترات، مشيرا إلى أن العنب الذي ينتجه يحمل مذاقات وأحجاما مختلفة. وأوضح أنه زرع حتى الآن نحو 100 نوع مختلف من العنب في قضاء رواندز في محافظة أربيل، وحصد منها حتى الآن نحو 83 نوعاً.
ويقوم إبراهيم بزراعة وإنتاج هذه الأنواع النادرة من العنب من خلال قطع غصن صغير من شجرة العنب بطول 4 أصابع تقريبا، ثم يقوم بشقه إلى نصفين ووضع غصن آخر يكون أقصر منه، ثم يدفن 3 أصابع منها تحت التربة إلى أن يصبح شجرة عنب كاملة تنتج الأنواع النادرة منه. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. إذن مشاهدينا بهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد. نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.